هذا هو البديل الجديد للإفلات من الاختناقات المرورية في العاصمة الفرنسية. دراجات نارية أصبحت تستخدم كسيارات أجرة لنقل الزبائن من مكان إلى مكان بسهولة وسرعة. ألان بيير سائق دراجة نارية تستخدم كسيارة أجرة في باريس، يعمل على مدار الساعة ويجتهد في تلبية اتصالات الزبائن الهاتفية التي لا تتوقف. أزيد من 80% من زبائنه هم من رجال الأعمال وممن لا يتحملون الانتظار الطويل في زحمة المرور. دعانا ألان بيير لخوض التجربة معه وعاملنا كزبون جديد. قبل الصعود إلى الدراجة علينا الالتزام بقواعد الأمان والسلامات للتاكسي الجديد، كارتداء بعض المستلزمات الضرورية والإجبارية للركوب كوزرة الحماية وقفازات وخودة الرأس مجهزة بنظام للتحدث مباشرة مع السائق. الدراجة مجهزة بكل مستلزمات الراحة والأمان وبجهاز التموضع والتنقل الإلكتروني GPS المتصل بالأقمار الصناعية لتحديد وجهة الزبون. يوجد في باريس حتى الآن أكثر من 40 شركة تسير أكثر من 300 دراجة نارية للأجرة، تشغل مئات السائقين، ومتوسط سعر الرحلة الواحدة لا يتجاوز 50 يورو، وأقصى نقطة في باريس يمكن الوصول إليها في 20 دقيقة رغم شدة الازدحام. سائق سيارة الأجرة يمتعضون من رؤية منافسيهم الجدد في المهنة، وأغلبهم يتهمهم بسرقة زبائنهم والعمل خارج القانون وعدم وضع عداد الأجرة المعتاد. شعور سائقي سيارة الأجرة لا يوصف حينما يكون الجو ممطرا وغائما، لأن الدراجات النارية لن تخطف منهم زبائن، لكن حينما يصبح الجو صحوا فإن المنافسة تصبح محمومة، وكأن لسان حالهم يقول إذا لم تكن مطاردا فكن أنت المطارد.